بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الآن تقدر تبدأ يومك بلا خوف ولا تردد. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذه دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام اللي طلبها من الله. جماعة، من أجمل الدعوات اللي أنا اخترتها تكون في المنزل، لأني أدعيها من زمان. يعني يا ربي اجعل ذكري الطيب مستمر على ألسنة الناس بعد مماتي. اللهم آمين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هلا والله، تعبت من المشاكل اللي تعرقل حياتك، تعبت من المخاوف، أتعبك الحزن، أرهك الهم والغم. كل هالمشاكل لها حل، الحل موجود. وأزيدك من الشعر بيت، ترى الحل فوري وسريع، اليوم قبل بكرة تشوف أثره. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا وعد رباني من الله عز وجل. وقف تفريج الكرب، وقف نمس أطلقناه، موجود بمكة، والحسنة بعشر أمثالها في أطهر بقعة. يا جماعة، أنا عندي ثقة وأمل في الله بمشيئة الله أنه بيتختم زي الأوقاف السابقة، لأن النية صافية وطيبة، والحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر. 100 ريال اليوم تبي تدفعها، تراك بتنساها أسبوع. الناس اللي تبرعوا معنا في وقف اليتيم يذكرون فلوسهم الآن؟ ما يذكرون. الناس اللي تبرعوا قبل في وقف القرآن في رمضان، شوفوا رمضان ما بقي عندنا إلا 90 يوم ويحل، يذكرون كم دفعوا؟ ما يذكرون. جماعة، 100 ريال بتدفعها في هذا الوقف تراك بكرة بتنساها، ولكن اللي عند الله ما يضيع، يمشي لك ثوابها وأجرها لين تلاقي ربك يوم القيامة. الله لا يحرمكم الأجر يا إخواني. وصلنا 36%، وبإذن الله سيكتمل في القريب العاجل هذا الوقف ونفرح سوا. أرق اللي سرى اليوم معيد غام بغنة، على خلود ايش علومك؟ طيبين يا بن مشيب. أشغل سيارتي؟ لا لا لا، شغل سيارتك عشان ما تتعب بس. لا لا لا، لو تبي المريخ، لو تبي كوكب زحل ما يضل وجه. ما هذه خطط عشان هو يشغل سيارتي ويزبط. خطط ايش يا ابو ربيع؟ يا ابن الحلال، ما اقول شيء يا ابو خلود. بعدين يا ابو خلود، شوف اذا بتدور ورا هرج والله بتتعب يا اخي. خليك مثل الحصان، ان جت الشانه اطمرها وان جت الزانه امسكها اخذها وتوكل على الله. هذا كلام وعز الله انها حكمه. بس شوف يا خالد، خلال تجربتي البسيطه في هالدنيا اسلم. قل ايش عنده اللي معمر؟ اسلم. شوف اللي يدور النقنقه، وانت قلت لي وانا قلت لك يا ولد، تشوف لو كل هرجه بتتبعها ولا بتطردها ولا بتنشد عنها، ما راح عمرك ضايع. ضيعت مراجلك وضيعت صحتك وشغلك وابتلاك الله. انا يا ابو ربيع من اول كنت الطالب الصغير والكبير، ولا مني طرحت موضوع واللي قدامي خالفني تناشبت انا وياه. ثم قلت يا ولد، انا وين انا رايح؟ وين انا غادي؟ اضيع وقتي وجهدي ولساني وتعبي ليش انا ما اناقش واحد الا رجال يفهم؟ صراحه الحين ما عاد اناقش للي يفهم، اللي ما يفهم هذا خله بكيف. ابن زويبن يقول: لو كل هرجه اللي اجتنا طردناها بعنا الثمينه بسعر ما يخارجها. الله، شوف الرجال اللي يحب النقنقه، وانت قلت لي وانا قلت لك، الله يقطع. امين. تراه لا يروح ثم يسف تراب لين يشبع، ثم يجيك معود. الله يبعد فيك. والله ما شاء الله على كلامك يا خالد، ما تطش من مثقال الذره. ما عليك زود يا ابو ربيع، والعين ما تعلى الحال. الله يسلمك ابو ربيع. العمر ما يقاس بال او لا عفوا ضيعت ما يقاس بوش ضيعت عده بالترمومتر. يا العمر وشو يقاس به؟ لا، التجارب ما تقاس بالعمر يا ابو ربيع. يا كم رجال عمره 40 سنه ما عاش تجارب، ما عاش مواقف، ما عاش ظروف. يا كم رجال عمره 20 سنه ولا 25 سنه عاش تجارب وعاش ظروف صلفكت وشاف الحياه، صلفكت هالدنيا لين قال بس صلفكت هالدنيا. فالعمر الحقيقي يا ابو ربيع بالتجارب. والاسهم ماك ما عاد تجيب طاريها. الاسهم انت لا تجيب لي طاريها يا ابو ربيع. ولا من لعن والدين. لا لا، انا شوف، انا الان الاسهم وسعيد المسكين طانوري شيل له 100,000، بدل تدخل الاكتتاب الفلاني وانزل الاكتتاب الفلاني. شوف والله يا ابو ربيع، يقول لك بعض الرجال يقحم نفسه في امور هو ما يفهم فيها. اي والله، عرفت شلون؟ فانت قدام الله رازقك وميسر لك امورك في شيء انت فاهم فيه، خليك فيه.
ايوه هذا هو. الاسهم مثل وش؟ الاسهم الاسهم مثل الرجال اللي ماخذ ثنتين. الله الله يوفقك. بلاش فيهن كله. بعدين بعدين هذه بعدين. الله يسلمك. الفطور وين والعلوم الزينه؟ الفطور موجود والمجموعه موجوده. نمسكهم واحد واحد. وش مجموعته؟ اللي تبغى. وجه بس. وجه البلجيك. اجل تبين نحشهم. نحش من اول بس واحد رقم. بس يا ولد الذنب. نقرا كفاره المجلس. مشينا مشينا مشينا.